اشرب وصبل يا حاج، اشرب وصبل يا حاج. بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. أنا أخوكم السقة عمر هوساوي، سقة ماء زمزم ومحيي لتراث الحرمين. طبعا السق، مهنة السقة هذه من المهن القديمة، مهن الآباء والأجداد. قديما في الحرمين ما كان فيه ترامس، قبل أكثر من 100 سنة ما كان فيه ترامس في الحرمين، فكانوا يسقون الحجاج والزوار والمعتمرين وحتى أهل البلد، كانوا يسقون بهذه الطريقة. كان يجي المحسنين زمان، يعني يجيب مبلغ قرش قرشين 10 قروش يديها للسقة ويقول له سبل سبلها، فالسقة يقوم ياخذ المبلغ هذا ويقوم ايش يوزع للحجاج والمعتمرين ويقول اشرب وسبل يا حاج، اشرب وسبل يا حاج، سبيلك يا حاج، زمزم يا حاج، زي كذا. طبعا تاريخها جدا قديم، قديم مرة، يعني قبل أكثر من 100-150 إلى 200 سنة، لأنه زمان طبعا زي ما قلت لك أنه ما كان فيه ترامس في الحرمين، فكانوا يبردوا الموية بالفخار، إن كان بالجحلة ولا إن كان بالزير الكبير، وكانت موجودة في الحرم النبوي الشريف في الحصوة الأولى. طبعا هذه إحنا ما لحقناها، بس حكونا عنها أجدادنا وآبائنا وزي كذا، وأخواننا اللي أكبر مننا اللي حضروها قبل، يعني لا قبل يمكن 50 سنة كانت موجودة. يعني للأمانة كنا إحنا أطفال نشوف يعني آبائنا يخرجوا في المواسم يروحوا يسقوا الحجاج والمعتمرين، فكنا بالفعل يعني نتمنى نروح معاهم. طبعا لصغر سننا ما كان ينفع إيش يأخذونا معاهم، والحمد لله كبرنا وصلنا لمرحلة إنه نقدر يعني نروح نقدم هذه الخدمة الشريفة للحجاج والمعتمرين، وكنا برضو كمان نستقبل الحجاج في المطار لما يجوا في الحج، نستقبلهم في المطار وبعضهم نستقبلهم في الفنادق قبل لا يدخل، أول ما ينزل من الباصات نستقبلهم في الفنادق ونقدم لهم الزمزم، والحمد لله بنشوف في وجيههم ما شاء الله الفرح والسرور والابتهاج. بعضهم ما شاء الله تبارك الرحمن مجرد ما يشوفونا يقعدوا يزغرطوا ويغطرفوا، فيعني حاجة جدا حلوة، يعني لما تكون أنت سبب في إدخال السرور في قلب ضيف من ضيوف الرحمن حاجة الواحد يفتخر بيها. قال أشرب وسبل يا حاج، أشرب وسبل على روحك وروح والديك. من الذكريات اللي مريت فيها كنا في استقبال في، طبعا هي في ذكرتين، ذكرى استقبال في المطار والذكرى الثانية توديع حجاج من فندق على المطار. طبعا اللي من الفندق يعني في بعض الحجاج واحنا بنودعهم هم نازلين من الغرف حقتهم متجهين على الباص، استقبلناهم بالزمزم والورد والهدايا، يعني بعضهم للأمانة بكيو الشوق انه حيتركوا المدينة المنورة، حيسافروا ويتركوا المدينة المنورة. عرفت كيف؟ هذه من الأشياء اللي الواحد ما ينساها، يعني بعض الحجاج كانوا ياخذونا في الأحضان انه حيفارقونا، وما يدروا انه هل الله سبحانه وتعالى حيموت في اعمارهم السنه الجايه حيلحقوا يجوا ولا ما حيلحقوا يجوا. ومن الذكرى الثانيه طبعا في المطار كنا بنستقبل حجاج، يعني اول ما خرجوا من البوابه حقت اللي طبعا اللي خلاص يدخلوا على الصاله مكان اللي نستقبلهم فيه، بدانا نسمع الزغاريط والغطاريف وبعض الحجاج يبكوا، يعني هذه حقه البكا دي يعني سبحان الله احنا شفناها في الاستقبال وفي التوديع، نشوف حجاج يبكوا سواء الرجال ولا حريم شوقا وحبا للمدينه المنوره. طبعا حصلت على اول جره وبدات اشتغل فيها طبعا كجره خاصه لي من قبل 22 سنه تقريبا. طبعا هي الجره عبارة عن طين، وقديما نفس الشيء كان، بس اللهم انه زمان كانت الرقبة قصيرة حلو وما كان عليها نفس التلبيس هذا. طبعا دحين احنا لبسنا عليها التلبيس هذا عشان نواكب الماضي مع الحاضر. الجرة نفسها تتبخر بالمستكة ونضيف عليها طبعا ماية الورد، ودحين صرنا نضيف عليها كمان ورد ومع الكادي احيانا مع الزهر، عرفت كيف؟ فما تاخذ وقت. الزمزم نبرده دحين بالثلج، زمان كنا نحطه في الثلاجه ياخذ معانا وقت، لكن دحين خلاص انت عارف عصر السرعه، دحين خلاص نجيب ثلج نحطه في اناء ونحط الزمزم عليه خلاص
يبرد. طبعا الزمزم فيه خاصية ما هي موجودة في أي شيء، زمزم من خواصه إنه يغير ولا يتغير. طبعا من الأشياء اللي كنا نستقبل بها أو نقدم بها ضيافة الزمزم للناس اللي هي الطاسة، والطاسة هذه طبعا ما شاء الله تبارك الرحمن بتساعد في تبريد الزمزم، عرفت كيف؟ فكنا زمان طبعا كان المحسن لما نيجي يقدم للسقة زمان يديه قرش قرشين يقول له سبلها يا سقة، فكان يسوي بالطريقة هذه. أشرب وسبل يا حاج، أشرب وسبل يا حاج، سبيلك يا حاج، زمزم يا حاج، أشرب وسبل على روحك وروح والديك، زي كذا بالطريقة هذه. طبعا هذا المرش من ضمن الأشياء اللي نستقبل بها الحجاج والمعتمرين اللي هو المرش، مرش الورد. طبعا داخله ماء الورد، ورد المدينة. نستقبل الحجاج بالطريقة هذه، نرش عليهم الورد بالطريقة هذه. طبعا في بعضهم طبعا من جرد ما يشم ريحة الورد يقول لا زيدني زيدني كمان، يقرب وجهه نرش عليه زيادة، ومنهم اللي فك يده زي كذا ويمسح على جسمه. فهذا هو الورد المديني، فهذه المرش. عندهم معتقد انه هذه من المدينة المنورة، بركة المدينة المنورة، هذه فيها يعني ايش اقول لك، ريحة من ريحة الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام. سبيلنا سبيلكم، سبيل الله يا عطشان، اشرب وسبل يا حاج، زمزم يا زمزم، زمزم 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 زمزم، روز 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 ديس روز، زمزم يا زمزم، اشرب وسبل يا حاج. موسم الحج يختلف عن باقي المواسم، لأنه موسم الحج ما شاء الله تبارك الرحمن يجوك الحجاج من جميع أنحاء العالم ويجتمعوا في مكان واحد. يعني إحنا أحيانا لما نطلع مثلا في المطار نستقبل جنسية محددة، مثلا فجأة تلقى نفسك أنت استقبلت 4-5-6-8 جنسيات مختلفة وأنت طالع تستقبل جنسية واحدة معينة، عرفت كيف؟ فهذه الميزة اللي يمتاز بها موسم الحج عن باقي المواسم. والله شوف للأمانة يعني هذه من الخدمات اللي الواحد يعني يتشرف ويتباهى بيها. يعني أنت لما تجي كضيف الرحمن تقدم له زمزم، وهذه من يعني من الصدقات اللي الرسول عليه الصلاة والسلام وصى بيها وقال لك يعني من أفضل الصدقات صدقة الماء، عرفت كيف؟ سقي الماء، سقي الماء من أفضل الصدقات، والحمد لله. طبعا في المهنه الشريفه هذه اللي امتهنتها يعني حظيت وتشرفت بشرف استقبال ولاة امرنا، منهم سمو سيد الامير سلطان بن عبد العزيز الله يرحمه ويغفر له، استقبلته في قصر سموه في قباء، وتشرفت بسمو سيد الامير متعب بن عبد العزيز الله يرحمه ويغفر له، وتشرفت باستقبال سمو سيد الامير مقرن بن عبد العزيز لما كان امير منطقه المدينه المنوره، واستقبلت سمو سيد الامير عبد العزيز بن ماجد، وسمو سيد الامير سلطان بن سلمان، وسمو سيد الامير فيصل بن سلمان، وسمو سيد الامير عبد العزيز بن سعود بن خالد الفيصل، وغيرهم الكثير من اصحاب سمو الملك الامراء وزي كذا، ومن ضمنهم سمو سيد الامير بدر بن سعود بن محمد الكبير. للامانه يعني رده فعلهم كانت جدا جميله، وسمو سيد الامير سلطان بن عبد العزيز لما سقيته الله يرحمه ويغفر له بعد ما شرب، طبعا وقتها هذيك الايام كان في الطاسه، لما سقيته بعد ما طبعا سالني ايش هذه ايش هذه، قلت له طال عمرك هذه مهنه السقه، قلت له زمان كنا نستقبل، زمان قبل 100 سنه كانوا اجدادنا يستقبلوا الحجاج والمعتمرين والزوار، كانوا يقدموا لهم المويه والزمزم بهذه الطريقه، فجدا شفت الابتسامه في وجهه وشفت البهجه والسرور في وجهه بعد ما صبيت له وشرب سمو سيد الامير سلطان بن عبد العزيز الله يرحمه ويغفر له. بقى شويه في الطاسه، شويه زمزم في الطاسه، حطها على يده، رجع لي الطاسه، مسح زي كذا بوجهه. هذه من الاشياء اللي مستحيل انساها، يعني الكلام هذا يمكن له اكثر من 20 سنه تقريبا او اكثر من 20 سنه. هذه من الذكريات اللي مستحيل انساها، ولي ذكرى مع سمو سيد الامير مقرن بن عبد العزيز برضو،
يعني وقتها كنا عند الشيخ وهبي الله يرحمه ويغفر له، فكان بيسأل الشيخ وهبي أول مرة، كان يعني طبعا بداية ما مسك أمارة المدينة، فكان بيسأل الشيخ وهبي مين هدول يا أبو بدر؟ الشيخ وهبي الله يرحمه ويغفر له قال له هدول عيالي. فالأمير مقرن بن عبد العزيز شاور كذا بإصبعه قال أنتوا فخر للشاب السعودي. هذه برضو من الأشياء اللي مستحيل أنساها، ولي ذكريات برضو مع سمو سيد الأمير سعود بن خالد الفيصل وسمو سيد الأمير عبد العزيز بن ماجد، برضو ذكريات ما تتنسي. يعني مرة كنا في مناسبة في المندسة، فاستقبلنا سمو سيد الأمير عبد العزيز بن ماجد، وقتها ما كنت ماخذ معايا الزمزم، فكنا إيش بس قهوة. وهو ماشي بعد ما انتهى الحفل وهو في الباص شاور لي زي كذا بيده، يعني المرة الجاية بإذن الله على الطاسة جيب الزمزم معاك. فهذه من الأشياء اللي مستحيل أنساها. نعم نعم أحضر مناسبات أفراح زواجات وحفلات تخرج ندوات مؤتمرات مناقشة رسالة ماجستير دكتوراه كله في الجامعة الإسلامية. أتشرفت بحضور أكثر من رسالة ماجستير رسالة دكتوراه إن كان في جامعة الإسلامية ولا في جامعة الطيبة. نعم والله ذكريات كثير، يعني في بعضهم من ضمن اللي حضرت لهم اللي هي مناقشة رسالة دكتوراه اللي هو الدكتور المحيميد. المحيميد طبعا دحين قاضي في المحاكم الشرعية، هذا من الناس اللي مستحيل أنسى، يعني ما شاء الله تبارك الرحمن إلى الآن محتفظ ببعض من الصور حقت اللي هي المناقشة الدكتوراه حقته، وغيره كثير من اللي الأمانة حضرت لهم والحمد لله تركت لهم بصمة وتركوا لي بصمة في من خلال يعني استقبالهم لي وتعاملهم معايا واستقبال الناس اللي قدمت لهم ضيافة. فضل من الله يعني حاجات، يعني ذكريات كثير للأمانة والله ما تتنسى، إن كان في من ناحية العلم من ناحية الجامعة والكلية ولا من ناحية الأفراح والمناسبات، في ذكريات للأمانة مستحيل الواحد ينساها. المدينة المنورة تعني لي حاجات كثيرة وكبيرة جدا جدا. المدينة المنورة تعني لي الولادة، الطفولة، الكبر، الدراسة. الفترة الأخيرة طبعا يعني الحمد لله باعتبار أن امتهنت المهنة هذه مهنة الآباء والأجداد، السوق استقبال الحجاج المعتمرين توديعهم حاجة جدا كبيرة. يعني أنا لو أجلس أتكلم من هنا إلين بكرة أتكلم لك عن المدينة مستحيل أقدر أديك جزء بسيط من اللي داخلي على المدينة المنورة. والله للأمانة يعني الكل في كل المجالات متحدين على خدمة الحجاج، يعني كل واحد بيحاول يقدم اللي عنده عساس يرضي الحاج. وفي ناس يعني سبحان الله يعني بغض النظر عن الوظيفة يطلع من جيبه عشان يجيب حاجات يقدمها للحجاج. اشرب وصبل يا حاج، اشرب وصبل يا حاج.